مشاهدي قناة الشوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. مرحبا بكل متابعي قناة الشوف تي في أينما كنتم مشاهدين داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. وحنا مشاهدينا كنتظروا طلقة مدفع رمضان مع أذان المغرب بعاصمة الفوسفات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مرحبا بكم مشاهدينا، نديروا دردشة بين ما شاء الله سمعنا طلقة المدفع. واش في نظركم هاد الطلقة اليوم اللي غادي نشوفوا طلقة يعني مدفع رمضان، واش كتوقعوا أنها غادي تكون آخر طلقة في هاد الشهر الكريم؟ فمشاهدينا كنجدد الترحاب بكم فين ما كنتو خوتي، وكنتمنى لكم عواشر مبروكة، وإن شاء الله الله يعطيكم كل ما كتمناو في خاطركم. فاتي سلام اختي نادية، عليكم سلام خوتي وسلام كل متتبعي قناة شوف تي في. اش خبارك؟ الحمد لله اختي فاتي، يسول فيك الخير. فبغينا ندير واحد الدردشة قبل الاذان وقبل طلقة المدفع هنا بعاصمة الفوسفات. فكما كتعرفوا هنا بمدينة خريبكة ربما ماشي كاع المدن تتكون فيهم طلقة المدفع وكيكون فيها الأذان، فمدينة خريبكة تيكون فيها طلقة المدفع وتيكون الأذان. مساء النور أختي الكريمة نادية، أهلا خويا الفكاك، عواشر مبروكة خويا رباطي نور الدين، السلام عليكم. السلام خويا نور الدين، عواشر مبروكة أختي نادية. وداد ريم، أهلا أختي وداد، عواشركم مبروكة. معاد أهل شرفي، أهلا وسهلا خويا، مبروك عواشرك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة مروكي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وحنا كنتظروا في هذه اللحظات طلقة المدفع مع أذان المغرب، كنتمناو أننا نسمعوها بخير وعلى خير يا رب، وتكون واحد الطلقة اللي تكون مسموعة. واش العيد غدا؟ الله أعلم، حنا في انتظار يعني الإعلان على يعني باش يكون شي حاجة اللي هي رسمية، في انتظار أنها تكون شي حاجة رسمية. واش أنتم كتوقعوا أن هاد طلقة المدفع اللي غادي نسمعوا اليوم، واش كتوقعوا بأنها الطلقة الأخيرة في هذا الشهر الكريم؟ مبروك العواشر اختي هشام، هشام عواشر مبروك اخويا، الله يكبر بيك. وجدد تحياتي اختي ناديه من شوف تي في، صوت الشعب المقهور، عواشر مبروك. عيد سعيد عبد الله، شكرا لك خويا، وعواشر مبروك وعيد مبارك ان شاء الله. عماد عواشر مبروك علينا وعليك خويا عماد. رضوان، اهلا وسهلا خويا رضوان، عواشر مبروك وشكرا على الوريضه. تحياتي نكون لكم كل احترام والتقدير والحب، الحمد لله اللي بيناتنا متبادل. محمد هيلاس، مبروك العواشر، مبروك عواشر خويا، وعلى كل متتبعي قناه شوف تي في وعلى كل المسلمين. عزيز عزيز، تحياتي لك من بني ملال، تحيه متبادله وتحيه لساكنه عروس الشمال مدينه بني ملال. صوت المدفع غير مسموعه، مازال ما تطلقاتش. بعض المرات راه كتكون الطلقه يعني قويه، كتسمع لدرجه ان راه بعض المرات كتسمع يعني السراجم والبيبان كيتهزوا، وبعض المرات كتكون ضعيفه. هو ملي تتكون يعني ملي غادي يتعلن يعني رسميا ان مثلا غدا العيد، كيكونوا تقريبا شي سبعه ديال الطلقات اللي كيتطلقوا ديال المدفع باش كيعلنوا رسميا ان العيد غدا ان شاء الله. تحياتي لك من بني ملال العزيز عزيز، ومتبادله خويا تحيه متبادله. واش غدا العيد؟ حنا كننتظروا يعني باش تعلن رسميا، يعني الفلكيين كلهم تيقولوا بان غدا العيد، والله اعلم، في انتظار يعني تثبت رؤيه الهلال. مشاهدينا وانتم شنو كتوقعوا؟ واش اليوم غادي نسمعوا اخر طلقه في هذا الشهر الكريم، ولا مازال غادي نزيد نسمعوها غدا؟ عشر مبروك اختي، شكرا لكم خوتي وحبابي وعائلتي الثانيه، شكرا. كنباركوا العواشر لبعضياتنا وكنتمناو لبعضياتنا كل خير يا رب. فاحنا كنتواجدوا الان مشاهدي قناه شوف تي في في مدينه خريبكة عاصمه الفوسفات، عكس باقي المدن يعني او بعض المدن اللي تيكون فيها غير الاذان. فمدينه خريبكة وعاصمه الفوسفات كيكون فيها يعني طلقه المدفع وكذلك الاذان. ففي هاد اللحظات حنا قربنا خوتي نشوفوا واش غادي نسمعوا طلقه المدفع، واش غادي تكون طلقه قويه، واش غادي تكون اخر طلقه في هاد الشهر الكريم، ولا مازال غدا ان شاء الله نعاودوا نسمعوا طلقه المدفع. الله يجيب غير الصحه والسلامه بحال الخميس بحال الجمعه اكيد خوتي، الله يرزقنا الصحه والسلامه.
تحياتي من بوزنيقة، تحية متبادلة خوتي وكل المغاربة فين ما كنتم مشاهدينا، وحنا الآن في انتظار يعني طلقة المدفع مع أذان المغرب هنا بعاصمة الفوسفات مشاهدينا. وشنو كنتوقعوا؟ وشنو كتوقعوا؟ وشنو كتفضلوا مثلا؟ واش بغيتوا غدا تكون يعني يكون العيد؟ واش هذه تكون ربما آخر طلقة في هذا الشهر الكريم؟ أو مازال غادي نسمعوا طلقة المدفع غدا إن شاء الله. تحياتي لكم من مدينة الداخلة. أنا بديت شوية المباشر قبل الأذان، بغيت ندردش معاكم وبغيت نبارك لكم لواجه ونزيدكم خوتي. اليوم أنا ما خداماش، اليوم يعني أنا روبو، ولكن والله تا كنتوحشكم، فقلت اليوم غادي ندير معاكم هذا اللقاء. ربما غادي تكون هذه آخر طلقة المدفع في هذا الشهر الكريم، فبغيت نباركوا لبعضياتنا العواشر، نشوفكم ونسمعكم يعني نسمع لكم كل خير إن شاء الله، ونتبع التعاليق ديالكم. تحياتي من الناظور، تحية الناس الناظور، تحية ناس الريف، عواشركم مبروك اخوتي. عبد السلام، واش سلام، واش كاين العيد الخميس؟ الله اعلم، يعني حنا في انتظار يعني تاكيد الخبر، يعني تاكيد شي حاجه اللي تكون رسميه، ما نقدروش نعلنوا دابا حتى تثبت رؤيه الهلال اكيد مشاهدي قناه شوف تي في. اما بالنسبه للفلكيون فهما تيقولوا ان غدا الخميس هو يوم العيد، ولكن اكيد خصنا نشوفوا الهلال ويتثبت الرؤيه ديالو ويتعلن رسميا. هنا في مدينه خريبقه الا كان غدا العيد وتثبت دابا، الا كان دابا شافوا الهلال وتثبت بان غدا يوم العيد، فنقدروا نسمعوا سبعه ديال الطلقات على اساس ان يعلنوا بان غدا العيد. ولكن الا كان مازال ما تثبتش رسميا فغادي نسمعوا طلقه واحده حتى كيتاكدوا من ثبوت رؤيه الهلال، وكيتطلق في اي وقت كيتطلقوا سبعه ديال الطلقات ديال المدفع هنا بعاصمه الفوسفات. هذا الشيء اللي تعودنا عليه في كل السنوات هنا بعاصمه الفوسفات. غادي تعيدوا معنا ان شاء الله عزيز. اذا خويا عزيز من الجاليه، انتم غدا ان شاء الله عيدكم مبارك، كنتمنى لكم كل خير يا رب. الشرات محمد، مبروك العواشر الاخت ندى، عواشر مبروكه علينا وعليكم ان شاء الله بكل ما كتمنوا في خاطركم يا رب يا رب يا رب. وهاد العواشر كاع خوتي المسلمين، يا ربي كل واحد عطيه داكشي اللي كيتمنى في خاطره يا رب. يا ربي هدينا وصلحنا وصلح لنا وليداتنا وهدينا الطريق المستقيم، ارفع لنا هذا الوباء يا رب. يا ربي تقبل منا صالح الاعمال، يا ربي تجاوز عنا، يا ربي اسمح لينا، رحنا مقصرين ومقصرين بزاف، عندنا نعم كثيره، عندنا نعم كثيره وما كنحسوش بها، ولكن فعلا في زمن كورونا عرفنا باننا الله سبحانه وتعالى ناعم علينا بنعم كثيره، ومقصرين ما كنحمدوش الله ونشكروه. يا ربي اسمح لينا واغفر لينا يا رب. فكما قلت لكم خوتي، بغيت ندير معكم هاد الدردشه قبل الفطور وقبل الاذان وقبل طلقه المدفع مع خوتي ومع احبابي. واخا اليوم انايا روبو ما خداماش اليوم الاربعاء، ولكن ربما قلت غادي يكون اخر طلقه، تقدر تكون اخر طلقه في هذا الشهر الكريم، وبغيت نبارك لكم العواشر، نتمنى لكم كل خير خوتي يا رب. كنتواجدوا خوتي وكنجدد بكم الترحاب بخوتنا اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر. فاحنا كنتواجدوا في مدينه خريبقه في انتظار طلقه المدفع مع اذان المغرب. ربما قرب اخي خوتي باش نسمعوا طلقه المدفع، كنتمنى انها تكون طلقه قويه نسمعوها جميع. مبروك العواشر، فشكرا لكم. الى لاحظتوا انني حاولت نسكت شويه باش الا كانت الطلقه نسمعوها كاملين.
واش الطلقه ديال العيد؟ لا، حاليا غنسمعوا طلقه المدفع ديال الاذان مع اذان المغرب. فكما قلت خوتي، ربما الا تثبت رؤيه الهلال الان فغادي نقدروا نسمعوا سبعه ديال الطلقات، ولكن الا ما تثبتش رؤيه الهلال الان فغادي نسمعوا طلقه واحده كالعاده حتى تثبت رؤيه الهلال، وكتطلقوا هذوك الطلقات السبعه في اي وقت. هادشي اللي تعودنا عليه في مدينة خريبكة. شال الساقري كان. خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في في هذه اللحظات، يعني ما بقاش بزاف باش غادي نسمعوا ان شاء الله طلقه المدفع مع اذان المغرب. ربما غدا عيد الفطر في المغرب، ربما اخي سعيد. نعم، فكنتظروا يعني تثبت رؤيه الهلال وغادي تعلن رسميا. تحياتي من إسبانيا أحمد طارق، تحية متبادلة خويا، وتحية لكل متتبعينا أينما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. تحياتي من بلجيكا جمال، تحية متبادلة خويا ولكل الجالية فين ما كنتو. إذا استمعوا، قريب تطلق المدفع. الله أكبر. بالصحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مشاهدينا. أكيد إذا لحد الآن أنا انتظرت سمعنا طلقة واحدة. خلينا نعاود. إذا مشاهدينا في هذه اللحظات سمعنا طلقة واحدة، يعني مازال ما تثبتش رؤية الهلال، حيت لو كانت تثبتت دابا وكان شافوا وتثبت رؤية الهلال غادي نسمعوا سبعة ديال الطلقات، لأن لحد الآن ما كاينش دابا يعني الخبر الرسمي بأن غدا يوم العيد. ملي غادي تثبت رؤية الهلال كنسمعوا سبعة ديال الطلقات، ربما بعد قليل الا كان غدا العيد راه غادي يعاودوا يطلقوا سبعه ديال الطلقات ديال المدفع. كذلك الا ما كانش اليوم العيد حتى الغدا، غدا الا كان غدا، الا ما كانش غدا العيد، غدا مع المغرب غادي نسمعوا سبعه ديال الطلقات ديال المدفع. صافي كيكون سير، يعني ما بقاش عندنا الشك. اليوم مازال عندنا الشك، ومازال شويه الحال، مازال ما تعلنش رسميا، ومازال ما تثبتش رؤيه الهلال. اذا ما تطلقوش سبعه ديال الطلقات في انتظار، ربما يتطلقوا مع العشاء الا تشاف الهلال، الا تثبتت الرؤيه ديالو غادي تطلقوا مع العشاء، ولا وحنا مازال كنفطروا، ولا يعني غير بمجرد ما كيتثبت ويكون الخبر رسمي كيتطلقوا هذوك الطلقات. ما كانش غدا العيد، انتظرونا غدا ان شاء الله مع المغرب، لان صافي تيكون الخبر يقين وكيتكون تثبت الرؤيه ديالو، كيكون مع المغرب سبعه ديال الطلقات مشاهدينا. ما بقى لي الا نقول لكم بالصحه فطوركم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.